مساء الخير مشاهدينا الكرام، إذا مستمرون معكم بهذه التغطية المفتوحة والمتواصلة لمجريات العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وعلى الشعب اللبناني وأيضا على الشعب الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة مع اقترابنا من السنوية الأولى لهذه الملحمة. إذا بتوصيف الحرب الإسرائيلية على لبنان وفي يوميات العدوان وفي آخر الأخبار، مشهدان لا ثالث لهما، الاحتلال يواصل الغارات والقصف سعيا لإحداث أكبر دمار ممكن دون تحقيق أي مكاسب أو مكسب سياسي مع عجزه عن تجاوز الحدود والدخول إلى الأراضي اللبنانية. ومن جانب المقاومة الإسلامية تماسك في الميدان على خطوط الجبهة، قدرة نارية واستطلاعية وهجومية ثابتة وحضور على الخط الفاصل على الحدود ومواجهات على المسافة صفر أو من المسافة صفر. والإنجاز الأهم القدرة على صد الاحتلال وإلحاق خسائر كبيرة في جنوده. إذن بتفاصيل هذه المعطيات وهذه المشاهد، تخوض المقاومة الاشتباكات العنيفة مع قوات الاحتلال على الحدود المحيطة تحديدا بمنطقة خلت المخافر أو المحافر الواقعة بين العديسي وكفركلة. وبحسب ما أفاد به مراسل الميادين في جنوب لبنان، يأتي ذلك مع مواصلة المقاومة لاستهداف مواقع ومستوطنات وتجمعات الاحتلال وصولا إلى صفد وحيفا اليوم. هذا وأعلنت استهداف قاعدة رماد دافيد بصلية من صاروخ أو من صواريخ فادي واحد ومحيط موقع البغدادي، وإصابة دبابة الميركافا المستهدفة بحرش مارون بشكل مباشر ومقتل وإصابة طاقمها بشكل مباشر وكامل. وكانت قد أعلنت استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط آخر حرش مارون بصاروخ موجه، واستهداف تجمعات للاحتلال في مستوطنتي فاريوفال وكفرج العادي. إذن هذه بآخر الاشتباكات التي تخوضها المقاومة بشكل مباشر وبالتحام من المسافة صفر مع وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي وإلحاقهم الخسائر وتكبيدهم ما بين قتيل وجريح في صفوفهم. كذلك المقاومة أعلنت عن تصديها لجنود الاحتلال بعدد من القرى الأمامية، تصدت لقوة مشاة إسرائيلية تسللت باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسي موقعة عناصرها كما ذكرنا بين قتيل وجريح، واستهدف المقاومون دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط بصاروخ موجهة، واستهدفوا أيضا تجمعا للاحتلال بخلة عبير بيرون بصلية صاروخية. أما فيما يتعلق بالصليات الصاروخية التي تطلقها المقاومة الإسلامية من الجانب اللبناني إلى المستوطنات في عمق الكيان الإسرائيلي، وصلت اليوم هذه الصواريخ ودوت الانفجارات وأيضا دوي صفارات الإنذار في حيفا وفي صفد. كانت صواريخ المقاومة قد تمكنت من تجاوز الصواريخ الاعتراضية ووصلت إلى مستوطنة روش بينا بصفد المحتلة في محيط المدينة، وذلك أدى إلى وقوع أضرار بأحد المباني، اندلاع الحرائق الواسعة والتي تبعناها بمشاهد وثقت بالصوت والصورة لحجم الدمار وكذلك لهذه الحرائق. عملت العديد من فرق الإطفاء على إخمادها بالإضافة إلى وقوع إصابات. تكتم الاحتلال كعادته عن أعدادها بضمن الرقابة العسكرية المتخذة من ضمن التضليل وزيف الادعاءات الإسرائيلية والخوف من الكشف عن الخسائر والأعداد الحقيقية لقتلاه وجرحى. حول هذا الواقع الميداني تحديدا، إن كان بالنسبة للغارات والقصف الجوي المستمر على بلدات وقرى جنوب لبنان، وأيضا عن هذه الملاحم البطولية، هذه العمليات النوعية والصليات الصاروخية التي لا تزال تستهدف المستوطنات الإسرائيلية، كل التفاصيل مع الزميل علي مرتضى معنا من جنوب لبنان. ما الجديد لديك علي في هذه الساعة؟ تحية طيبة وفاء. يعني في الحقيقة العديد من التداعيات والعديد من الأمور الجديدة على الجبهة، لا سيما مثلا نتحدث الآن عن موجة من الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي تستهدف العديد من البلدات البيزورية بين الطيبي وعتشيت، تبنين، بين زوطر ويحمر، دير سيريان، قبل أيضا عينات. يأتي ذلك بالتزامن طبعا مع اشتباكات عنيفة لا تزال مندلعة على المحاور، إن كان محور عديسي وكفركلة، حيث أيضا تردني معلومات
معلومات عن اشتباكات عنيفة في تلك المنطقة بالتزامن مع قصف مدفعي ومواجهات وأصوات انفجارات من تلك المنطقة. كذلك قبل قليل والمعلومات من يارون ومارون وعيترون أيضا تجدد القصف المدفعي بالتزامن مع غارة حربية إسرائيلية استهدفت بلدة مارون الراس، وهذا يحدث أثناء الاشتباكات وفيما الاشتباكات تدور. من الواضح بأن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى المرتفعات، يعني هو يريد أن كل المعركة في كفركلة هدفها هو المرتفعات، إن كان تل النحاس وإن كان أيضا تل العويضة، وكذلك كل القتال باتجاه مارون يارون عيترون هو للسيطرة أيضا على مرتفعات جبل الباط ومرتفع كحيل في تلك المنطقة. ومارون الراس كمنطقة لأنها يعني عدا عن شبعة هي أعلى مرتفع في جنوب لبنان، أكثر من 640 متر. السيطرة على المرتفعات بالنسبة للجيش الإسرائيلي يعتبرها هو بأنها تحميه من النيران المباشرة باتجاه المناطق المحتلة داخل فلسطين المحتلة هذا أولا، ثانيا تعطيه القدرة على الإشراف على مناطق أعمق داخل الأراضي اللبنانية، وبالتالي بنظره هو يبعد أو يقوم بعزل هذه المنطقة على مسافة 2 إلى 3 كيلومتر. بالمجمل ما يحدث هو أنه يعاني كثيرا بالتقدم بين يارون ومارون وعيترون. وصلوا إلى سهل مارون الراس المحاذي مباشرة للحدود، استهدفوا بقذائف مدفعية. اليوم حاولوا التسلل باتجاه المنطقة الشرقية ليارون، أيضا فوجئوا باشتباك مباشر من قبل الجنود أو من قبل المقاومين. كذلك في مرتفع الباط، يعني آخر حرش يارون، بمعنى أنه ببداية هذا المرتفع دبابة ميركافا استهدفت واشتعلت في ذاك المكان. إذن المقاومة في خط الدفاع الأول تعمل بشكل مواظب على استهداف التحركات العسكرية الإسرائيلية، مع العلم بأن هذه التحركات انتقلت في هذه الفترة أو اليوم وأمس من إغارات برية إلى تنظيم ودخول من أكثر من محور باتجاه المنطقة. يعني كنا نرى قبل مثلا في عديسي وكفركلة تقوم قوة بالدخول تشتبك وتذهب، الآن أكثر من قوة تدخل من أكثر من مكان بالتزامن مع آليات وبالتزامن مع قصف مدفعي وضرب بالطائرات الحربية الإسرائيلية. وهنا يأتي حزب الله من بين المباني من بين الركام. طبعا هذه المنطقة دمرت تقريبا، يعني خلال سنة تقصف هذه المناطق كلها. من بين الركام يقوم بالضرب باتجاه هذه القوات وإلحاق الخسائر فيها. بالمبدأ الجيش الإسرائيلي يعتمد التعتيم الإعلامي الشامل على خسائره في العمليات البرية، لأن هذا سوف يظهر شيئا فشيئا، يعني لا يمكن التعتيم، لا سيما بأن الأرقام التي تردنا هي أرقام كبيرة وأرقام لا يحتملها المجتمع الإسرائيلي بأيام القتال. بالمجمل بعيدا أيضا عن الالتحامات المباشرة، يحافظ حزب الله على خط ضغط باتجاه خلفية القوات المقتحمة والتي تجتاح الأراضي اللبنانية، حيث استهدف تجمعات الجنود في كفر يوفال وكفر جلعادي. مستعمرة سعسع أيضا استهدفت بصاروخي فلق، وكذلك مرابد المدفعية وتجمعات العدو في حرش مستعمرة دان استهدفوا بصليات صاروخية كبيرة. قبل قليل زميلتنا من القطاع الشرقي أفادت بأن صليات صاروخية أو صليتي صواريخ أطلقت باتجاه تجمهرات وتجمعات أيضا الجنود في إصبع الجليل. إحدى هذه الصليات كانت من الصواريخ الثقيلة وليست من الصواريخ التي اعتدنا على أصوات إطلاقاتها بحسب وصفها لي، قالت لي رجية المنطقة، وبالتالي ربما نكون أمام استهداف بصواريخ ثقيلة. هذا بالنسبة للخلفية. أما بالنسبة للعمق، لا زال حزب الله يمد الخناق الصاروخي باتجاه المدن الرئيسية في شمال فلسطين المحتلة. صفد استهدفت، مستعمرة كرمائيل بالوسط استهدفت أيضا، وكذلك قاعدة رامات دافيد استهدفت بصواريخ فادي واحد. إذن على خط الالتحام تدور المعارك، ليس هناك تثبيت. الجيش الإسرائيلي يسعى إلى المرتفعات، واللعبة الآن بعدم السماح له بالتثبيت بهذه المرتفعات أقله خلال هذه الفترة. لا زال خط الدفاع الأول منشغل بقتال العدو الإسرائيلي. طبعا هنا أعرج ب30 ثانية عن الضخ الإعلامي الذي يحدث باتجاه الجبهة.
الإعلام الإسرائيلي يصور أو الجيش الإسرائيلي يصور بأن جنوده يعني يقومون بنزهة داخل يارون ويقومون بنزهة داخل كفركلة، وفي الحقيقة هذه التصويرات بمجملها إما تأتي ليلا بمكان غير معلوم، إما صورت بمنازل تأتي مباشرة على الحدود، هي منازل أصلا ساقطة عسكريا ولا عمل فيها عسكري ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وهذا الدخول الذي كان مؤقتا كلف الجيش الإسرائيلي بالأمس 20 قتيلا لكي يأخذ هذه الصور، وبالتالي كل ما يتم الإشارة له عن انهيار الجبهات وما إلى ذلك بالإعلام الإسرائيلي هذا يعني ليس فقط غير حقيقي بل هو خيال. حتى اللحظة الاشتباك يحدث فقط في نقطتين والقتال يحدث فقط في نقطتين ومحورين، عديس كفركلة، يارون مارون، عيترون، وحتى هذه اللحظة لليوم السابع تقريبا على التوالي، لا أذكر إذا نحن 7 أو 6 من بدء الاشتباك البري، لم تستطع القوات الإسرائيلية التثبيت. تقدمت القتال داخل الأراضي اللبنانية هذا صحيح، القتال بين شوارع كفركلة وبين شوارع العديسي هذا صحيح. بالأمس وصلوا إلى بلدية عديسي، فجر فيهم كمين ما أدى إلى وقوعهم بين قتيل وجريح. قبل قليل يبلغني مصدر ميداني عن أن القتال أيضا في كفركلة أو عفوا أن القتال في يارون ومارون أدى إلى إلقاء قنابل دخانية بشكل كثيف وغطاء مدفعي كثيف، وهذا يدل بالمصطلح العسكري على الحالة العسكرية التي تؤخذ لسحب القتلى والجرحى وللتعمية على الطرف المقاتل. بالمجمل وضع المقاومة على الأرض ممتاز، خسائر الجيش الإسرائيلي كثيرة، الثمن الذي يريد أن يحصله الجيش الإسرائيلي للوصول إلى هذه المرتفعات حتى هذه اللحظة وقبل أن يصل أصبح عاليا وكبيرا للغاية. بالمجمل إذن هذا وضع الالتحامات، وضع الجبهات الخلفية، الخناق بالداخل، ويمكننا التأكيد بأن حزب الله حتى هذه اللحظة لا زال يلعب بأقل قدر من القوة الصاروخية التي لديه بحسب الإعلان الأخير لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. نعم علي، إذن بموازاة هذه التطورات الميدانية المشتعلة وإمساك زمام الأمور حتى هذه اللحظة بالجسم العسكري بالهيكلية والبنية العسكرية للمقاومة الإسلامية، رغم القصف المدفعي، رغم توسيع الاحتلال الإيراني واستهدافه للطواقم الطبية، الطواقم الصحية، المدنيين، التجمعات السكانية، وهذا ما تابعناها أيضا قبل يعني ساعتين باستهداف مباشر سلسلة غارات عنيفة إن كان على البلدات الجنوبية أو حتى على الضاحية الجنوبية لبيروت بالنسبة لحارة حريك، بئر العبد، وكذلك المريشي. شكرا جزيلا لك علي، بالتأكيد سوف نكون معك فور ورود أي جديد بجبهة جنوب لبنان. وفي هذه الساعة أيضا اسمحوا لنا مشاهدينا أن أرحب بضيفي الأستاذ حسن الدر، الكاتب والمحلل السياسي، معنا مباشرة من العاصمة بيروت. قبل أن أبدأ النقاش معك أستاذ حسن، اسمح لي أيضا أن أذهب إلى صيدا في جنوب لبنان، إلى المجيدل بشكل أساسي، مع الزميل جمال الغربي، ونقل لنا كذلك من هنالك صورة الاحتضان للنازحين، وأعتقد لديها ضيف. تفضل جمال. نعم وفاء، نحن في بلدة المجيدل، هذه البلدة التي تقع ضمن قرى قضاء جزين. هذه البلدة تقاوم على طريقتها منذ اللحظات الأولى للعدوان الموسع على لبنان، فتحت ذراعيها واستنفرت أبنائها لمواجهة تداعيات هذا العدوان. هنا البيت الرعوي في هذه البلدة التابع لكنيسة البلدة يستقبل العديد من الوافدين ومن أبناء الجنوب اللبناني. للحديث عن هذا الواقع اسمح لي أن أستضيف النائب في البرلمان اللبناني الدكتور شربل المسعد. دكتور، اليوم هذه البلدة تستقبل الوافدين، تستقبل أهل الجنوب، كيف يعني تتابعون هذا الأمر هنا؟ صحيح، يعني مش غريب على بلدة مثل المجيدل بقضاء جزين هي تكون السباقة باستقبال إخوتنا النازحين من تلك القرى الجنوب. فهذه الضيعة هي كانت أول ضيعة استقبلت النازحين وفتحت أبوابها. نحن حاليا عندنا 3 مراكز إيواء استقبلنا أهلنا النازحين لحين تنتهي هذه المشكلة، الله راد، بأسرع وقت بدون أضرار يعني تذكر. فبدي أقوله هذه الضيعة فعلا جسدت العيش المشترك،
هذا العيش المشترك اللي كنا نحكي عنه، هذا اليوم نحن عم نعيشه، ومش بس ضيعتنا، اليوم على امتداد الوطن، الكل فتح بيوته، الكل نسي الخلافات السياسية والمشاكل اللي لها علاقة بالطائفية، فتحنا بيوتنا كلها لأنه أهم شغلة هلا وأهم موقف بمواجهة العدو والعدوان الإسرائيلي هو التضامن والوحدة الوطنية بهذه الظروف الصعبة. شكرا، يعني اسمح لي ايضا يعني ان استضيف شخصين، الاول هو مختار هذه البلده دكتور السيد جهاد ياغي للحديث يعني مختار حول يعني موضوع الوافدين. انت لديك مبادرات عديده في هذا الامر. نحن ما بنعتبرهم الوافدين، نحن هودي اهلنا، كلمه التفاح كله النبطين، نحن استقبلنا اهلنا بضيعتنا، نحن هيدي واجباتنا تجاههم، لأن نحن لبنانية بالنهاية، طائفية عنا مش واردة، عم نقوم بكل واجب لنساعدهم بهالظروف اللي عم يمرقوا فيها، وما في أي يعني أي شيء باب نطرقه إلا ما نساعدهم. بالنهاية هيدي أزمة لكل اللبنانية مش بس على إخواننا بجنوب، وهذا اللي لازم نعمله. شكرا. ايضا وفاء ساستضيف الدكتور إلي مسعد وهو مدير مستشفى جزين الحكومي لنساله عن الواقع يعني عن الواقع الطبي، وخصوصا ان العديد من المستشفيات في الجنوب اللبناني كانت قد اوقفت عملها، وبالمناسبه هو ايضا يعني رئيس خليه الازمه هنا في بلده المجيدل ويتابع مع قرى القضاء لمتابعه تداعيات العدوان ولتسهيل امور الوافدين. دكتور، يعني بداية نتحدث يعني عن التطورات التي حصلت بالأمس، يعني تم توقيف العمل بالعديد من المستشفيات وبالتالي هناك ضغط كبير عليكم، كيف عم تشوف الواقع اليوم الصحي بهذه المنطقة بالجنوب بشكل عام وجزين تحديدا؟ بالبداية بدي أوجه تحية للطاقم الطبي والتمريضي والإداري بمستشفى جزين حكومي. هذه المستشفى اللي عم تكون بهالأيام مثل كل الأوقات بمواجهة الصعاب اللي عم تصير بالمنطقة والعدوان حاليا. نحن بلشت عنا الأزمة لما بلشت مشاكل البيجرز من المصابين تاني نقلوها لعنا، وحاليا نحن محضرين فريق طبي موجود ليل نهار بالمستشفى مؤلف من جراحين، من حكمة بلج، من حكمة عظم، حكيم أنعيش موجود، حكيم قلب، عطول موجود على مدار الساعة، وهذا شيء يمكن بخفف إلى حد ما من نقل المصابين على المستشفيات التانية اللي بحاجة لعمليات جراحية كبيرة. فأنا بدي أقول شغلي إنه نحن بحيد الأزمة لازم نكون كلنا إيد وحدة، سياسيين، مجتمع مدني، فريق طبي، إسعاف، كلنا لازم نكون إيد وحدة نحن لنواجه هذه المشكلة اللي عم تمرق بلبنان. بموضوع النزوح هون بالبلدة، أنا كرئيس بلدية ورئيس نعم جمال الأزمة، نحن يمكن مثل ما تفضل حضرة النائب وقال إنه نحن كنا السباقين، وخاصة إنه نحن على تخوم الكرة انقصفت من قبل العدوان الإسرائيلي، فنحن فتحنا 3 مراكز إيواء بضم حوالي 400 نازح من إخواننا الجيران يعني، وهذا الشيء نحن عم نجسد نحن الوحدة الوطنية بهالمراكز، وعم نأمن لهم جميع الخدمات اللي بنقدر نقوم فيها نحن بهذه الأزمة. شكرا دكتور إلي وفاء. كما يعني ذكر ضيوفنا الوحدة الوطنية نعم جمال تتجسد في هذه البلدة، حالها كحال معظم البلدات والقرى والمدن اللبنانية، وهي أهم صورة يعني حينما نتحدث عن رئيس بلدية وطبيب، صحيح يعني عن رئيس بلدية وطبيب ونائب في البرلمان اللبناني. نعم، وهذه صورة يعني أيضا مهمة جدا بإظهار هذا التضامن وهذه اللحمة الكبيرة حول بمقابل مساعدات دولية. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا الزميل الآن حبيب عز الدين من مطار بيروت الدولي مع وصول عدد من الطائرات إن كان من الأردن أو من الجمهورية العربية المصرية إلى لبنان. تفاصيل لديك حبيب حول هذه المساعدات وطبيعة هذه المساعدات؟ نعم، يعني منذ قليل وصلت طائرة المساعدات المصرية من الشعب تحت عنوان من الشعب المصري إلى الشعب اللبناني. معي هنا أرحب بالسفير دولة مصر العربية الأستاذ علاء موسى. أهلا وسهلا أستاذ علاء، لو تحدثنا وتخبرنا عن التفاصيل هذه المساعدات، ماذا تتضمن هذه المساعدات تحديدا، وماذا تقول للعلاقة بين الشعب المصري والشعب اللبناني؟ طبعا في البداية بنقول ان لبنان اللي احنا نقف الى جانبك في كل اوقات الازمات، هذا التزام
وهذا أمر لن نحيد عنه أبدا. زي ما قلت هذا هو استئناف للجسر الجوي للمساعدات الإنسانية لبنان اللي بدأ منذ سنوات. اليوم هذه الطائرة حقيقة حاولت ما يخرج من 22 طن من المواد الإغاثية والإعاشية، سواء كانت مستلزمات طبية أو أدوية أو احتياجات من بطاطين ومراتب وأغطية وخيم أيضا لمواجهة ما يحتاجه الشعب اللبناني النازح. حقيقة احنا هذه القائمة وضعناها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، نحن على تواصل دائما معها للوقوف على الاحتياجات الحقيقية والفعلية. هذه رحلة، في قادم الأيام سأتي رحلات أخرى يعني بناء على ما يصلنا من الحكومة اللبنانية من احتياجات، وطبعا بالتنسيق مع الشركاء والأطراف والأصدقاء في لبنان. شكرا جزيلا لكم أستاذ علاء موسى سعادة السفير. يعني كما سمعتم هذه ليست القافلة الأولى والأخيرة، سيكون هناك قافلات أخرى من الدولة المصرية، قافلات مساعدات إنسانية وحاجات أخرى، كما كان وقد ذكر منذ قليل كنا أمام وصول هذه المساعدات التي تظهر خلفي في الصورة، وكان ذلك بحضور وزير الصحة في رأس الأبيض ووزير الاقتصاد وأيضا السفير المصري الذي كنا نتحدث معه. هذه المساعدات وصلت للتو، ولا أعرف إذا كانت هناك المزيد من القوافل التي ستأتي اليوم أو الرحلات الجوية التي ستأتي اليوم. كنا قد أفدنا عن من المتوقع وصول طائرة أخرى تتبع للأمم المتحدة، لا أعرف إذا كانت اليوم وأي ساعة في التحديد. على العموم هذه هي القوافل اللوجستية التي تتعلق يعني معظمها مرتبطة بمساعدات إغاثية للشعب اللبناني. سيكون هناك المزيد من الرحلات لمساعدة اللبنانيين على سد حاجاتهم من جراء ما يتعرضون له من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف مقاومات حياة المدنيين ويستهدف الأطقم الصحية في بعض الأماكن ويستهدف يعني كل ما له علاقة بإغاثة اللبنانيين وما يحتاجونه اللبنانيون في هذه الأيام الصعبة. عودة لك من هنا حبيب. تأتي أهمية يعني وصول هذه المساعدات ولا سيما بالأرقام، نحن نتحدث عن أكثر من 1,200,000 نازح اضطروا إلى ترك منازلهم نتيجة عنف هذه الغارات، عنف هذا العدوان الممارس من قبل المحتل الإسرائيلي والذي طال مناطق متعددة. لا نتحدث فقط عن بيروت بالضاحية الجنوبية لبيروت، كان هنالك أيضا استهدافات في الأيام الماضية لمنطقة الكولا، لمنطقة البشورة، مما جعل كثر من الأشخاص يضطرون إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى مناطق أكثر آمنة. ونتحدث أيضا بالإضافة إلى ذلك إلى فتح العديد من مراكز الإيواء في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الشمال، في البقاع، في جبل لبنان، فتحت أبوابها أمام النازحين وأمام هذه المطالبات الكبيرة بمساعدات غذائية وطبية ضرورية لازمة في هذه المرحلة الحساسة والمهمة بعد هذه الأيام والأسبوعين لهذا العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. شكرا جزيلا لك زميلي حبيب عز الدين، كنت معنا مباشرة من مطار بيروت الدولي، والشكر أيضا لضيفك. أرحب بك أستاذ حسن الدر. بداية أنطلق يمكن من هذا الواقع، اسمح لي عن ميزان القوى المعنوية اليوم، كيف يمكن توصيف الواقع اللبناني المعنوي بظل ما نعانيه من آلام كبيرة، إن كان باستشهاد قياديين أو إن كان بهذا القصف العنيف، هذا الإجرام والاستشراس بالقتل والإغال بالدم اللبناني من قبل المحتل الإسرائيلي وبالغطاء الغربي والأمريكي له؟ مساء الخير وفاء، مساء الخير لكل المشاهدين، وسلام خاص وتحية لكل اللبنانيين. نعم، ما وقع علينا في هذه الأيام الأخيرة في هذين الأسبوعين الأخيرين كبير جدا، مأساة كبيرة بخسارة قادة كبار على رأسهم سماح الجرائم كان يمثله من وزن نوعي لهذه المقاومة ولهذا المجتمع بشكل عام ولمجتمع المقاومة بشكل خاص، وإن كان السيد حسن نصر الله حتى جمهور خصومه السياسيين يكنون له كل الاحترام وله هذه المهابة وهذه القدرة على التأثير، والكل شعر
بفقد السيد حسن نصر الله وشعر بهذا الفراق الكبير الذي تركه، ولكن عند المآسي وعند المصائب تظهر هنا المعادن حقيقة وتظهر المواساة، ومعنى المواساة أن تقف الناس إلى جانب بعضها. في لبنان كان الانقسام السياسي قد بلغ ذروته، كنا في قمة الشقاق السياسي خلينا نقول، وحتى وصل في بعض الأحيان إلى طائفي واجتماعي ومجتمعي وما إلى ذلك، ولكن عندما وقعت هذه الجرائم الإسرائيلية وعندما أوغل الإسرائيلي بالدم وعندما شاهد كل اللبنانيين كما كل العالم يشاهد، ولكن الفارق هنا اللبناني نعم أثبت أنه شعب واحد، ثقافة واحدة، عادات تقاليد قيم واحدة، هذا الاحتضان وهذه النماذج التي عرضتم شيئا منها قبل قليل على شاشتكم، هذا هو لبنان، هذا هو لبنان العصي على الانكسار، العصي على الهزيمة، والعصي على المطامع الإسرائيلية، بهذا الاحتضان، بهذا الالتفاف الشعبي، بهذه الوحدة الوطنية الحقيقية، بهذه الطوائف النعمة كما وصفها الإمام موسى صار. نعم نحن قادرون على الصمود والثبات، وأن نبعث أيضا للمقاومين المرابطين على الحدود الذين يقاتلون الآن ونحن نتحدث، الثابتون الذين يربط الله على قلوبهم ويثبت أقدامهم، هؤلاء هم الأمل اليوم، وهؤلاء عندما يرون أن أهلهم وعائلاتهم بأمان بمأمن عند إخوانهم في حضرة إخوانهم من اللبنانيين، هذا يزيدهم قوة وثباتا واطمئنانا وأمنا وأمانا، وأيضا يسدد رميهم بإذن الله لكي تتعلم إسرائيل للمرة الألف أن لبنان لم يعد كما كان. لبنان عندما بالاجتياح الإسرائيلي عام 82 بظرف 5 أيام وصلت إسرائيل إلى خلدة، اليوم تجاوز نحن في اليوم السادس أو السابع وما زالت إسرائيل فعل. نقطة واحدة. طب هذا الميدان أستاذ حسن، هل تسمح لي لأنه في سؤال أساسي؟ نعم وأعذرني يمكن على قطع الفكرة ولكن تأتي بنفس السياق، يعني الميدان اليوم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة يقول الكثير، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يخفي الكثير من الحقائق عنها، ولكن يعني واضح بأنه ليس هنالك من قدرة على تثبيت أي موطئ قدم له داخل الأراضي اللبنانية. بموازين القوى القائمة الآن الميدانية، كيف تؤثر على مسار هذه الحرب؟ ولا سيما بأنه في صمت مطبق من الأطراف الدولية للحديث بعد كل هذه الأيام، بعد كل هذه الشراسة والإغال بالدم اللبناني، دون الحديث عن وقف لإطلاق النار. تفضلت بنقطة أساسية كنت أنا أريد أن يعني أجمع فكرتي فيها، هي مسألة التوازن المعنوي. إسرائيل في الأيام الماضية عندما نفذت هذه الضربات الاستخباراتية والارتيالات القاسية جدا، كان رهانها أن تنهار المقاومة، أن ينهار حزب الله وأن ينهار المجتمع والمجتمع المقاوم والبيئة الحاضنة لهذه المقاومة، وهي ضربات قاسية بالفعل. يعني عندما أيضا القادة الآخرين وضربة البيجر وأنا قلت لو تعرضت دولة لهذه الضربات لانهارت أو تراجعت أو أعادت حساباتها، ولكن تلقت المقاومة هذه الصدمة، استوعبت هذه الصدمات، والدليل ما يحصل اليوم على الجبهة. الوزن المعنوي، الاتزان المعنوي، الاتزان النفسي، أيضا القوة، الإيمان، الثبات الذي نمتلكه لا أحد يملكه في العالم، ليس فقط العدو الإسرائيلي. وكلما زاد الإسرائيلي قتلا كلما ازددنا إصرارا وثباتا وانتقاما من هذا العدو. فالمسألة الميدان اليوم وعدم الحرب، يعني حتى أيضا هذا جيش جرار مدعوم بأعتى قوة في العالم، أعتى قوة في العالم، ومدعوم أيضا بتطور وتفوق تقني وجوي واستخباراتي، وأيضا آخر ما توصل إليه العقل البشري الإجرامي من أسلحة وتقنيات عسكرية موجود لدى هذا الجيش. واليوم المقاومة أيضا كما كل مرة، كما حصل في 2006، هذه اسمها مناورة برية، قد تسمح المقاومة في نقاط معينة في خواصر معينة حسب الطبيعة الجغرافية، حسب قرب النقطة من الحدود، حسب انتشار المقاومة، حسب رؤية مدى رؤية
المقاومة ومدى أهداف صواريخها وقذائفها ورشاشاتها. فأنا أقول ذلك لأقول إذا عرض الإسرائيلي مشاهد لجنود داخل الأرض اللبنانية هذا لا يعني شيئا، الذي يعني في النهاية هو المحصلة، هو حجم الخسائر الذي يتكبدها هذا العدو، والذي بالمناسبة أيضا سيتكبدها أكثر كلما دخل أكثر. إذا كنا نحن على الحافة على بعد أمتار أو عشرات الأمتار عن الحدود في منطقة تتعرض للقصف السجادي لتدمير ممنهج منذ سنة تقريبا، وكما قالت يديعوت أحرونوت إنه عن العديسة 650 غارة ألقيت على هذه القرية وتكبد فيها الجيش الإسرائيلي 10 أو 8 قتلى في أول يوم دخلوا فيها أو دخلوا إليها أو إلى أطرافها. فأنا أقول إذا كنا في البداية وكنا في الحافة الأمامية والنقطة صفر والمقاومة تكبد العدو كل هذه الخسائر، وأيضا لأذكر جالنت منذ أشهر قال إنه أبعد حزب الله 4 كيلومتر عن الحدود، فكيف إذا توغل أكثر ودخل داخل القرى أو المدن أو الأودية والتضاريس اللبنانية؟ هذه لعبة المقاومة، هذا ملعب المقاومة، هذا ميدان المقاومة، كلنا ثقة بالمقاومة بإدارة هذه المعركة، وهذه معركتنا اليوم. إسرائيل نعم تفوقت في الجو، تفوق أصلا، كشفت ورقة فاجأت الجميع، مسألة الكشف الأمني والاستخباراتي والوصول إلى القادة واغتيالهم، ولكن الهدف من هذه الصدمات المتتالية لم يتحقق. المقاومة ثابتة، المقاومون ثابتون، والأهم من ذلك التحكم والسيطرة لدى المقاومة. أستاذ حسن، ما زال كما بهذا هو. المضمون، نعم بهذا المسار، في سؤال أساسي يطرح، ما هي المراهنة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة؟ إذا كان لويد أوستن يعني وزير الدفاع الأمريكي، وتنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، يقول بأنه إسرائيل لن تتمكن من تدمير قدرة حزب الله، فما هي الأهداف العسكرية إذا كان فقط نحن أمام يعني سياسة جز العشب أو الأرض المحروقة، وليس لديه قدرة على الدخول أو تأمين هذه الكيلومترات بالنسبة له؟ وهذا يضعنا أمام سيناريوهات عديدة، لأنه اليوم بسياق الحديث يعني عن موازين القوى في محاولات ومشاورات واضحة بين الأمريكي والإسرائيلي حول الهجوم واستهداف منشآت وأهداف حيوية أو بنية تحتية، وصلت إلى عدم وجود ضمانات لاستهداف منشآت نووية بالداخل الإيراني، وهذا يضعنا أمام سيناريوهات عديدة بإمكانية توسع إطار هذا الصراع واشتعال النيران أكثر في المنطقة. وهدف نتنياهو قاله منذ بداية هذا العدوان تغيير الوجه لشرق الأوسط بالنسبة للرؤية وبالنسبة للمخططات الإسرائيلية، وبالتالي الدعم الأمريكي لها. سنناقش معك هذه الجزئية، ولكن اسمح لي أن أعود إلى الميدان مع الزميل حسين السيد للاطلاع على آخر التطورات من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت وسلسلة الغارات التي استهدفت مناطق عديدة كالمريجي وأيضا حارة حريك وبرج البراجني قبل بعض الوقت. تفضل حسين. بالفعل وفا، هي سلسلة من الغارات الإسرائيلية شنت على مناطق ونقاط في الضاحية الجنوبية لبيروت، بدأتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بغارات شنت على منطقة برج البراجنة تحديدا، نتحدث بحسب المعطيات عن مبان سكنية سويت في الأرض في تلك المنطقة القريبة من مستشفى الرسول الأعظم، نتحدث عن تسوية مناطق في الأرض في منطقة سكنية شعبية لا تزال بجزء منها غير مخلات من السكان، وهذه الاعتداءات الإسرائيلية جاءت من دون سابق إنذار على هذه المناطق، ويبدو أن هنالك إصابات في صفوف المواطنين نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. بحسب اطلاعنا سويت مبانٍ في الأرض في تلك المنطقة المحيطة كما قلنا أو القريبة على مستشفى الرسول الأعظم التي تقع على طريق مطار بيروت الدولي. إذن هذه الاعتداءات الإسرائيلية استمرت أيضا باتجاه المريجي للمرة الثالثة اليوم، استهدفت الطائرات الحربية هذه المنطقة بأيضا استهداف للمباني السكنية، والتركيز الاحتلال منذ أيام على ضرب منطقة المريجي، سبقها طبعا غارة مسيرة إسرائيلية على فرق الدفاع المدني والإسعاف التي هرعت إلى المكان بعد غارة إسرائيلية صباحا استهدفت المنطقة ذاتها، ما أدى أو لم يؤدي ذلك إلى سقوط إصابات، ولكن كانت هذه الغارة عبارة عن تحذير لهؤلاء بعدم الاقتراب من المنطقة، بعد أيضا غارة إسرائيلية بالأمس أدت إلى ارتقاء
أحد المتطوعين في فرق الدفاع المدني في المريجي. إذن هذه الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على مسارين. المسار الأول هو استهداف الأبنية السكنية وهدم هذه الأبنية السكنية، وبالتالي خسائر مادية كبيرة للمواطنين وممتلكات المواطنين، محلات تجارية وحتى الأبنية نفسها والشقق السكنية. وأيضا مستمرة على مسار استهداف فرق الإسعاف وفرق الإنقاذ والدفاع المدني التي تمنع من أداء عملها في المناطق المستهدفة نتيجة هذه الضربات والاعتداءات الإسرائيلية المركزة على فرق الدفاع المدني. وشاهدنا ذلك أيضا في جنوب لبنان البقاع وحتى في العاصمة اللبنانية بيروت بالاعتداء تحديدا على متطوعي الهيئة الصحية الإسلامية. هذه الاعتداءات الإسرائيلية إذن التي رصدناها مؤخرا تضاف أيضا للتذكير باستهداف جرى في بئر العبد على دفعتين بحسب ما رصدنا من هنا. الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت على دفعتين، وكانت هذه الغارات الأخيرة التي استهدفت الضاحية منذ ذلك الحين تحديدا بئر العبد أي محيط حارة حريك في محيط مجمع القائم. هذه هي الغارات الإسرائيلية الأخيرة، لا تزال سحب الدخان تتصاعد من عدد من المناطق المستهدفة نتيجة اشتعال النيران في المحلات التجارية والشقق السكنية، وأيضا مع تحليق متواصل ومكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. ويأتي ذلك بعد جولة أيضا من الاعتداءات حدثت ليلا أيضا كما قلنا، تركزت على منطقة المريجي وعلى منطقة حارة حريك، وكذلك الأمر وصلت إلى أطراف الضاحية الجنوبية في منطقة الشويفات حي الأمراء تحديدا، حيث استهدفت مبنى سكنيا هناك. إذن بالحصيلة الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهداف المباني السكنية مستمر، واستهداف فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف أيضا مستمر، في تأكيد إسرائيلي جديد على عدم الاكتراث بأي قوانين دولية، مع أن هذه الفرق من البديهي أنها محيدة عن هذه الاستهدافات، ولكن الاحتلال يعمد إلى استهدافها بشكل مباشر في الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى جميع الأراضي اللبنانية كما شاهدنا في الساعات والأيام الماضية. نعم، شكرا جزيلا لك زميلي حسين على كل هذه المعطيات الميدانية التي وفيتنا بها من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعود إليك أستاذ حسن تحديدا بالموقف ومدى الانخراط اليوم الأمريكي بما يسمى ويقال بأنه تخطيط إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني الذي حدث يوم الأحد الماضي، وأعاد موازين الردع، أعاد موازين القوى والخارطة يمكن القول بقراءتها ببعدها الاستراتيجي في المنطقة. ما هو المتوقع؟ ما الذي يمكن أن تذهب إليه إسرائيل؟ وما مدى الانخراط الإسرائيلي كذلك بالمخطط الأمريكي؟ لأنه اليوم يدعوت أحرنوت تقول بأنه الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإسرائيلي بأنه الطائرات الأمريكية لن تشارك بهذا الهجوم، فيما هنالك معطيات بأنه لا، طائرات الـ F-35 هي متواجدة في المنطقة وحتى في قواعد أمريكية في الخليج. فهذا ماذا يفسر أو كيف يفسر طبيعة ماذا ستقدم عليه إسرائيل في الساعات المقبلة ويتم الحديث حتى قبل 7 أكتوبر؟ يعني هذا المسار، يعني كلما ارتقى نتنياهو بسلم التصعيد وبسلم الأهداف كلما أيضا بانت أكثر الحقيقة المواقف الأمريكية واكتشفت وانفضحت. للأسف انقطع الاتصال معك أستاذ حسن على ما يبدو، ولكن نعم الآن عاد الاتصال. يمكنك أن تعيد الفكرة فقط أستاذ حسن لأنه فقدنا الاتصال بك قبل قليل. نعم، كنت أقول أنه كلما ارتقى نتنياهو أكثر بسلم التصعيد وارتقى بسلم الأهداف نتيجة غروره وعنجهيته، كلما اتضحت حقيقة الموقف الأمريكي وحقيقة التضليل الإعلامي والسياسي وأيضا الخداع الاستراتيجي الذي اعتمدته أمريكا على مدى 11 شهرا، وكانت في كل مرة تؤمن الغطاء السياسي والإعلامي والدبلوماسي وحتى المؤسس.
الاتصال بك أستاذ حسن. تسمعني الآن أستاذ حسن؟ أستاذ حسن هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعكم، أظن المشكلة بالمصدر عندك. لابد من العودة الآن أنا أسمعك بشكل واضح، يمكنك إكمال الفكرة في ظل هذا التصعيد الملحوظ والعنجهية بالنسبة لنتنياهو أستاذ حسن. نعم أقول أمريكا انكشفت أوراقها وواضح أنها كانت تمارس الخداع الاستراتيجي والخداع السياسي والدبلوماسي لتأمين الغطاء لهذه الجرائم الإسرائيلية. أنا مني كمراقب على مدى هذا العام على الأقل لا أقتنع ولا أصدق ولست مقتنعا بكل السردية الأمريكية. هم أمريكا شريك أساسي في هذه الحرب، وإذا أردت أن أتطرف أكثر في الرأي هذه حرب أمريكية بأذرع إسرائيلية. أمريكا تريد تغيير الشرق الأوسط، تريد فرض إرادتها في هذه المنطقة بكليتها، تريد السيطرة على هذه المنطقة الحيوية في العالم بعد التعثر الحاصل في أوكرانيا. على شاشة الميادين بذكرى طوفان الأقصى تقول بأن المقاومة مستمرة كحق مشروع لنيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس. أيضا بعد إطلاق يعني بما أفادتنا به المراسلة الميادين فاطمة فتوني بآخر التطورات الميدانية لابد من التذكير بها إلى حين إعادة الاتصال بضيفنا الأستاذ حسن الدر الكاتب والمحلل السياسي. تقول هذه المعطيات الميدانية الأخيرة وبحسب مراسلة الميادين بعد إطلاق صليات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة دوت سفارات الإنذار قبل قليل بالمطلي ومسكاف عام، كذلك كان هنالك صاليات ورشقات من الصواريخ التي وصلت إلى صفد وحيفا اليوم. بشكل أساسي كان أيضا هنالك، نحن نتحدث عن مواقف دولية، كان هنالك موقف للرئيس الفرنسي ماكرون وأيضا للمكتب الإعلامي ببطريركية الأرمن الكاثوليك بلبنان التي تتحدث اليوم عن أهمية التعاضد اللبناني، التضامن على المستوى اللبناني. أيضا نحن نشير إلى مشاورات سياسية مهمة على الصعيد الدبلوماسي وجهود تبذل من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما بعد زيارة وزير الخارجية عباس عرقتشي للعاصمة اللبنانية بيروت وتوجهه اليوم إلى العاصمة دمشق ولقائه برئيس الحكومة السورية وكذلك الرئيس بشار الأسد، وتركز الحديث عن إطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار بالمقابل التغيب أو يغيب الحديث عن بشكل مفصل عن إمكانية خلق بالفعل مساحة دبلوماسية أو سياسية لوقف إطلاق النار ووقف هذا العدوان على لبنان من قبل الأطراف الدولية الأساسية مثلا كالولايات المتحدة الأمريكية وأطراف إقليمية في المنطقة وأطراف عربية. بالتطورات الميدانية كذلك بجبهات الإسناد وما يصدر من قبل الأطراف، أطراف محور المقاومة في المنطقة، هذا البيان الذي صدر نتحدث عن بيان واضح باستمرار بنهج مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ردا أيضا على المجازر التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية نتحدث بالعراق بالساعات الأولى من صباح اليوم السبت بصواريخ الأرقب أي كروز المطور، استهدفوا هدفين، الأول بضواحي حيفا شمالا والثاني بجنوب أراضينا المحتلة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرار العمليات بدك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. هذا البيان الذي يأتي بهذا الاستهداف أو هذين الاستهدافين تحديدا بحيفا وجنوب أراضينا المحتلة، جنوب الكيان بشكل أساسي تأتي هي ضمن سياقات لا يمكن فصلها. أيضا بيوم أمس اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين
بلواء جولاني وإصابة أكثر من 24 يعني بال 24 مستوطنا إسرائيليا بشكل أساسي نتيجة هذه المسيرات وما تحققه جبهة الإسناد العراقية. إذن الآن سنتابع هذا التقرير حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية ومن بعده نستكمل التغطية. ثابتون في الأرض كثبات شجرها وصخرها، هكذا هم عناصر حزب الله باعتراف خبراء إسرائيليين تحدثوا عن شجاعة غير مسبوقة يظهرها مقاتلو حزب الله وهم يخوضون في هذه الأيام مواجهات قاسية جدا في مقابل جنود الجيش الإسرائيلي. مقاتلو حزب الله في جنوب لبنان هم جهاديون تماما ولا يخططون للهرب، وهم أصحاب خبرة كبيرة اكتسبوها من الحرب في سوريا. لا أحد يشك بقدرات حزب الله، فهي لا تزال موجودة ولديه عشرات آلاف الصواريخ وكثير من المقاتلين جنوب لبنان، ولا تزال الصواريخ تمثل تهديدا فعليا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى القوات، فنحن نرى المناورة البرية لا تجري على نحو سهل أبدا. وفيما يسعى جنود الجيش الإسرائيلي جاهدين إلى التقدم ولو أمتارا قليلة في القرى الحدودية الجنوبية مع فلسطين المحتلة من دون القدرة على تحقيق ذلك بسبب ضربات مقاتلي حزب الله الذين يقاتلون من مسافة صفر، لا تزال حرب الاستنزاف مستمرة، فلا حزب الله ابتعد من الحدود ولا سكان الشمال عادوا إلى منازلهم. لا يزال لدى حزب الله عشرات آلاف الصواريخ ومنها ثقيلة، ولا أعتقد أنه حان الوقت للاحتفال بزوال حزب الله، فنحن نراه يقاتل في منطقة الحدود ونرى هناك كثيرا من المقاتلين ذوي الخبرة. في المعارك وجها لوجه مع حزب الله ليس لدى جنود الجيش الإسرائيلي أفضلية، يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون إسرائيل في لحظة صعبة، ومن اعتقد أنه لن يكون هناك مزيد من إطلاق النار أو أن حزب الله قد هزم وقضي عليه فهو مخطئ. إذن مشاهدينا، إلى حين جزئية الاتصال بالزميل موسى سرور تحديدا لينقل لنا التظاهرات التي تتواجد أو تعم بعض البلدان في بريطانيا بشكل هناك يعني بشكل مركز تنديدا بهذا العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك بتطوره على لبنان. أبرز ما جاء على لسان الفصائل الفلسطينية قبل قليل في دعوة لعقد حوار وطني جامع استكمالا لنتائج اجتماع موسكو وتحدثوا عنه وبكين لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. أيضا كان هنالك موقف كما ذكرنا بعاجل ظهر على شاشة الميادين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة. نحن نتحدث عن يومين يفصلان عن سنوية الأولى لملحمة طوفان الأقصى وفشل إسرائيلي بتحقيق الأهداف التي كان يسعى إليها بإعلانه منذ بداية هذه الحرب، وهذا العدوان الواسع الذي أدى إلى إزهاق وارتقاء أكثر من 41 ألف شهيدا، هذه بالأرقام الرسمية، ولكن يتم الحديث بتقارير يوقع عليها أطباء من منظمات دولية بأنه عدد الشهداء يفوق ذلك وأكثر بكثير، قد يصل إلى 100 ألف شهيد داخل قطاع غزة. أما بالنسبة للبنان، نحن أيضا مشاهدينا الكرام حتى يوم أمس بما أكدته وزارة الصحة نحن أمام أكثر من 2000 شهيد نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية وأكثر من 10 آلاف جريح في استهداف ممنهج ومباشر للطواقم الصحية للطواقم الطبية. عدد من المستشفيات خرجت عن إطار الخدمة كمستشفى صلاح غندور في الجنوب وكذلك مستشفى مرج عيون باستهداف مباشر وخلق المعوقات و يعني العديد من المعوقات لعدم الوصول إلى المصابين والجرحى، وهذا يعرقل عمل هذه الطواقم الطبية، فضلا عن ارتقاء عدد كذلك بالعشرات للمسعفين إن كان بالصليب الأحمر أو بالدفاع المدني أو الهيئات الصحية الإسلامية بشكل مباشر. وحتى يتم الحديث عن استهداف لأحياء
بحد ذاتها قد أخلى مواطنوها والأخلى المواطنون اللبنانيون هذه الأماكن والتجمعات السكانية، مثلا كاستهداف أحياء بعينها المريجي، حارة حريك، وكذلك برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت. بموازاة ذلك نحن أمام حالة يمكن القول بالكثير من المعطيات بعد مصادقة الجانب الإسرائيلي وما يتم الحديث عنه من مناقشات واستمرارية للتنسيق ما بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للرد والهجوم على منشآت يتم الحديث عنها، في منشآت تتعلق بالبنية التحتية في الداخل الإيراني. بالمقابل نحن كنا أمام وحدة موقف ولحمة واضحة لساحات المواجهة، لوحدة الساحات بين أطراف محور المقاومة ولا سيما من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اقترنت بشكل مباشر بعد التأبين الذي تبعناه، هذا التأبين المليوني الذي حمل الكثير من الرسائل والدلالات من قبل الشعب الإيراني وأيضا من قبل مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي بأنه لن تتراجع المقاومة حتى تحقيق النصر، وبالتالي الإيران حاضرة لكن دون انفعال وبالرد على أي تجاوز للإسرائيلي والأمريكي للخطوط الحمراء وموازين القوى في المنطقة. ترافق ذلك مع حركة مكوكية ودبلوماسية نشطة للخارجية الإيرانية. حول التظاهرات في بريطانيا من لندن تحديدا ينضم إلينا مدير مكتبنا في بريطانيا الزميل موسى سرور لإطلاعنا على أجواء وأبرز المطالبات في هذه التظاهرة. تفضل موسى. هذه تظاهرة حاشدة جدا في العاصمة البريطانية لندن، هي تظاهرة جاءت بعد مرور بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى. هذه التظاهرة بهذه القصود الهائلة تأكيد على الشعارات التي رفعتها منذ بداية الحراك في المملكة المتحدة، وهو الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف جرائم الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة ووقف العدوان على الشعب اللبناني. هذه هي أبرز المطالب التي يطالب بها المتظاهرون هنا في العاصمة البريطانية، وبالتأكيد هناك من يتهم الحكومة البريطانية بالتواطؤ في قتل الفلسطينيين واللبنانيين بسبب الدعم السياسي والدعم العسكري الذي تقدمه هذه الحكومة، سواء حكومة المحافظين السابقة أم هذه الحكومة العمالية. فالمتظاهرون يصرون على أن الآلة العسكرية المستمرة في قتل الشعبين اللبناني والفلسطيني هو نتيجة الصادرات الأسلحة ومبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وبالتالي هذا مطلب أساسي لهؤلاء المتظاهرين بوقف صادرات الأسلحة وفرض حظر شامل لصادرات الأسلحة البريطانية. زميلي موسى، يعني أنا أعتذر منك، مضطرون لأن نأخذ هذا الحيز من هذه التظاهرة فقط بهذه الساعة من تغطيتنا. بالتأكيد سوف نكون معك برصد لهذه الصورة لهذه التظاهرات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني، ولكن بطبيعة الحال على رأس الساعة والتغطية المستمرة والمفتوحة على شاشة الميادين حتى هذه اللحظة. في أمان الله مشاهدينا الكرام.